مرحبا، أنا سوسن وائل حداد من تخصص تصميم وتواصل البصري سنة ثانية في مادة المالتي ميديا. رح نحكي اليوم عن ديجيتال SLR. رح نبلش في إيش هو إيش معناه. أول إشي اختصارها هي اختصار لديجيتال سينجل لينز ريفليكس. ديجيتال تعني أن الكاميرا تعمل بجهاز استشعار رقمي ثابت. سنجل لينز تعني أن الكاميرا تستخدم نفس العدسة لتقطير الصورة والتركيز عليها والتقاطها. هذا يختلف عن إنشاءات أداة تحديد المدى والإنشاءات ذات العدسة المزدوجة. مع هذه الأنواع لا يمكنك رؤية المنظر الدقيق من العدسة التي ستلتقط الصورة. بدلا من ذلك تحتاج إلى الاعتماد على طرق أخرى لإعداد اللقطة. يشير ريفليكس إلى نظام تنقسم فيه المرآة أو توجه الضوء الوارد نحو معين المنظر البصري، يسمح لك برؤية مشهد بصري دقيق للمشهد. يمكن أن تكون هذه المرآة ثابتة وشبه شفافة في الكاميرات من نوع SLT، أو يمكن أن تنقلب أثناء التعرض في كاميرات SLR أو DSLR. إذن ما هو الفرق بين كاميرات DSLR وكاميرات SLR؟ بشكل أساسي أن الأول يحتوي على مستشعر رقمي لتسجيل صورة، تستخدم كاميرا SLR فيلما. هنا سنتعرف كيف تعمل كاميرا DSLR. يتكون نظام DSLR من عنصرين رئيسيين: العدسة وجسم الكاميرا. كيف يمكن تبادل هذه إلى حد ما؟ يمتلك المحترفون العديد من العدسات وغالبا أكثر من كاميرا واحدة. فهم مفهومهم الأساسي يتم شرحه بشكل أفضل من خلال إظهار طريق الضوء. أولا يضرب الضوء العدسة من الأمام، ثم تنتقل من خلال العدسة التي تشكلها بالشكل الذي يرغب فيه المصور، ثم يشق طريقه عبر حامل العدسة إلى الكاميرا، ثم تصادف في المرآة الرئيسية. تعكس المرآة معظمها للأعلى إلى عدسة الكاميرا. هناك يوجهه بنتم بريسم أو بنتم ميرور إلى عين المشاهد. هذا يسمح لك برؤية ما تراه بالعدسة بالضبط. في الكاميرا ذات العدسة الأحادية العاكسة والكاميرا ذات العدسة الأحادية العاكسة ذات التركيز البؤري التلقائي، بمر جزء صغير من الضوء الوارد بالفعل عبر المرآة الرئيسية. هناك تضرب المرآة الثانوية، هذا يوجهه لمستشعر التركيز التلقائي. في هاي الحالة لا يصطدم أي ضوء بمستشعر التصوير. هذه سمة أساسية لكاميرا DSLR. عندما تضغط على زر الغالق لالتقاط صورة، تنقلب المرايا. هذا يتيح للضوء أن يصل للمستشعر، نظرا لأن المرآة الرئيسية لم تعد تعكس أي شيء. فهناك تعتيم في عدسة الكاميرا. تفتح آلية الغالق أمام المستشعر مباشرة، يعرض الصورة ويغلق بعد فترة زمنية محددة. هذا الوقت يسمى سرعة الغالق. بعد التعرض للضوء تعود الأجزاء المتحركة لحالتها السابقة. كيف يمكننا معرفة ما إذا كانت الكاميرا DSLR أم غير ذلك؟ بعد الشرح المختصر لكيفية عمل كاميرات DSLR، يتمثل الاختلاف الرئيسي بين طرز الكاميرا الأخرى في نظامها. يمكنك التمييز بسرعة بين كاميرات SLR من خلال كيفية التقاط الصور، بينما تستخدم SLR لفات الأفلام تستخدم DSLR بطاقة ذاكرة. احتضان حقا معنى DSLR لكونها رقمية من ديجيتال، لتمييزها بين الكاميرات التي لا تحتوي على مرايا. حاول الاستماع للصوت الذي تصدره، ستنتج كاميرا DSLR المعتادة بدون الوضع الصامت صوت الغالق المميز هذا. على العكس من ذلك، فإن الكاميرات عديمة المرايا تكون أكثر صمتا. يختلف نظام المرايا DSLR والطريقة التي يبرز بها الضوء في عدسة الكاميرا أيضا عن الكاميرات غير المزودة بمرايا. كما يوحي الاسم، الكاميرا عديمة المرآة لا تستخدم المرايا. ينتقل الضوء مباشرة إلى المستشعر الرقمي ويتم عرضه على شاشة LCD للكاميرا. وربما أكبر علامة هو حجمها. تشتهر كاميرا DSLR بحجمها ووزنها. هذا البعد الذي تتمتع به يميزها بسهولة عن الكاميرات التي لا تحتوي على مرايا والتوجيه والتصوير. إذن ما هي مزايا DSLR؟
أول ميزة من ميزاتها أنها توفر جودة صورة عامة ممتازة. يحدث هذا بسبب المستشعر الكبير الذي يساعدك على التقاط الصور بأقل ضوضاء حبيبات ضوضاء أو حبيبات. ثاني ميزة أنها كاميرات الـ DSLR لديها حساسية كبيرة للضوء، تتيح لك هذه الميزة التقاط الصور في الأزقة المظلمة أو المعتمة والبيئات بشكل عام. ثالث ميزة أنها بناؤها أفضل، تعد كاميرات DSLR استثمارا ويجب أن تدوم لفترة طويلة. يمكن أن تتعرض هذه الكاميرات للضرب من البيئة ومن نفسك، حتى لو كانت بعض أجزائها مصنوعة من البلاستيك، تسمح لك هذه البنية أيضا بالتصوير في ظروف قاسية. الميزة الرابعة هي الحد الأقصى لعمق السيطرة الميدانية مدعوما بفتحة العدسة، ستفصل بسهولة بين المقدمة والخلفية. تريد صورة شاملة أكثر وضوح، استخدام AEP وقم بتكديس تلك الصورة. خامس ميزة والأخيرة أنها العدسات القابلة للتبديل نعمة ونقمة. يمكن لمجموعة العدسات الضخمة المتاحة أن تناسب احتياجاتك بسهولة تامة. بما أن لها ميزات أيضا لها عيوب، فما هي عيوب الكاميرا الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة التي هي DSLR؟ على الرغم من شعبيتها، إلا أن الكاميرات ذات العدسة الأحادية العاكسة DSLR تعاني أيضا من بعض المشكلات. فأولها استثمار باهظ الثمن. بعيدا عن الخفافيش، فإن الكاميرات الرقمية DSLR ليست رخيصة حقا. حتى الكاميرات ذات المستوى المبدئي ستحدث تأثير في حسابك المصرفي، راح تضيع فلوسك. حتى كاميرات DSLR المستخدمة لا تزال باهظة الثمن. ثاني سيئة لها أو مشكلة، الإضافات باهظة الثمن. هل تذكرت العدسات المتعددة التي ذكرتها سابقا؟ هذه تكلف الكثير أيضا، ستكلفك الملحقات مثل حقائب الكاميرا وفلاتر وبطاقات الذاكرة وما إلى ذلك الكثير. لا تنسى الموارد المطلوبة لصيانة الكاميرا. ثالث مشكلة، كبير وثقيل. تعد كاميرات DSLR ضخمة وثقيلة أيضا، خاصة تلك الكاميرات ذات العدسة الأحادية العاكسة DSLR عالية الجودة، تأخذ مكوناتها مساحة كبيرة. هذا يجعل الكاميرا تبدو مخيفة للمشاة وغير مريحة للمشي لمسافات طويلة. رابع مشكلة، ليس ذلك فحسب، بل أن كاميرات DSLR معقدة أيضا للاستخدام. غالبا ما تربك الأزرار العديد من الهواة الذين يستخدمونها. سوف يستغرق الأمر بعض الوقت لفهم كيفية عمل كل هذه الأزرار الصغيرة، وأيضا هم بصوت عالي نوعا ما بسبب بنائه. تحتوي بعض الكاميرات الجديدة على الوضع الصامت يقاوم ضوضائها، ولكن إذا كنت تستثمر في التصوير الفوتوغرافي فإن اختيار كاميرا DSLR سيجعلها التزاما. قد يستغرق الأمر بعض الوقت لفهم وظيفتها بشكل كامل. هل نختار الميرورليس ولا DSLR؟ هل تتميز كاميرات DSLR بأنها متينة ومتعددة الاستخدامات في قدرتها على الاقتران بالعديد من العدسات والملحقات، وتتمتع أيضا بعمر بطارية رائع وتمنحك سرعة تصوير أعلى مع ضبط بؤري تلقائي أفضل؟ وهذه هي الأسباب التي تجعل المصورون يحبون هذا النوع من الكاميرات. ولكن هناك فرق بين ما تراه في عدسة الكاميرا وما هو موجود في التعريض الضوئي، وهي مشكلة لن تواجهها مع الكاميرات التي لا تحتوي على مرايا. يوفر كلا الأسلوبين عادة التصوير المستمر أو وضع الاندفاع، بالإضافة إلى إعدادات تثبيت الصورة. ولكن الكاميرات عديمة المرآة تتألق حقا، اللي هي عديمة الميرورليس، تتألق حقا على DSLR عندما يتعلق الأمر بتسجيل الفيديو. للتبسيط، تجعل المرآة في DSLR التركيز على الفيديو أكثر صعوبة من الكاميرا غير المزودة بمرآة والتي يمكنها التقاط فيديو عالي الدقة بشكل أفضل. تعد الكاميرات الميرورليس أخف وزنا وأكثر إحكاما، حيث يحتاج جسم الكاميرا لمساحة لجهاز استشعار فقط.
بدلا من نظام المرآة بالكامل، أحصل على نظام ثاقبة، نظرة ثاقبة للكاميرات التي لا تحتوي على مرايا، من مصور الموسيقى تشاد وادزورث، أحد أوائل المتبنيين لنوع الكاميرا. ستعتمد أفضل كاميرا DSLR أو كاميرا بالنسبة لك على الموضوع الذي تنوي تصويره أو الموقف اللي بدك تصور فيه. تقدم نماذج وعدسات DSLR المختلفة مزايا مختلفة، ولكن مع هذه المعرفة يجب أن يكون البحث عن الكاميرا المناسبة لك هو الأسهل. أفضل كاميرا من DSLR، تتنافس أفضل الكاميرات ذات العدسة الأحادية العاكس DSLR بشكل مدهش مع أحدث الكاميرات غير المزودة بمرآة، في حين أنه من الصحيح أن الكاميرات التي لا تحتوي على مرايا تستحوذ على كل الاهتمام هذه الأيام. لا يزال العديد من المصورين يحبون الحجم والقدرة على القابلية ومحددات الرؤية البصرية وعمر البطارية من كاميرات الـ SLR الرقمية، بينما يستمر الجدل بين الكاميرات ذات العدسة الأحادية العاكسة DSLR والكاميرات التي لا تحتوي على مرايا. فإن بعض أحدث طرازات DSLR تسرق الآن بالفعل تقنيات من الكاميرات التي لا تحتوي على مرايا مثل فيديو 4K. ومرحلة المستشعر التي تكتشف الضبط البؤري التلقائي لأوضاع عرض مباشر سريع وفعال بنفس القدر. لقد مضى وقت طويل على استخدام الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسية اللي هي DSLR، ولديهم الكثير من المعجبين المخلصين. تتضمن الكاميرات الجديدة مثل نيكون D780 والكانون EOS 90D بعضا من أحدث تقنيات الفيديو والتركيز، ولا يزال بإمكانها المنافسة بقوة في سوق اليوم. لدينا أيضا مدرسة بنتاكس K3 Mark 3 القديمة العنيدة التي تتجاهل بثبات مرحلة الكشف عن التركيز البؤري التلقائي المستشعر، ولا تحتوي حتى على شاشة قابلة للإمالة بنفس القدرة من الأهمية. لا تزال كاميرات DSLR أرخص طريقة للوصول للتصوير الفوتوغرافي المناسب. لا تزال الكاميرا المفضلة القديمة لدينا نيكون D3500 كاميرا رائعة وميسورة التكلفة للمبتدئين، وقد لا تكون كانون EOS هي الكاميرا الأكثر تقدما في العالم. وشكرا لكم، يعطيكم العافية، إن شاء الله أكون قدمت أمر وافي من المعلومات. شكرا.